السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أغلب البرامج أو أغلب المواقع اللي بتعتمد على توليد الصور من خلال التكست غالبا أغلبها بشغل على ديسكورد. طيب خلينا كده نجرب ده الميدجورني وهقول له إماجن تخيل، وبعد كده هديله مثلا إن أنا عايز يتخيل لي لوح معينة. على فكرة الميدجورني نزل منه الإصدار الخامس، احنا دلوقتي شغالين الإصدار الرابع لكن الخامس نزل يوم ولا يومين كده هيبدأ يظهر مع الناس كلها إن شاء الله، وده طبعا بيبقى أقوى. كل إصدار مختلف، مش معنى إن الخامس نزل إن في ناس بتحب الصور اللي بتنتج من الإصدار التالت مثلا. تمام، هيبدأ يطلع لي الصورة هنا زي ما أنت شايف. في هنا حاجات كتير جدا ممكن تجربها، بلو وليو ده برضو ممتاز، ميزة معلوش ضغط كبير زي بقية الحاجات، فاللي يطلع لنا الصور بالشكل الجميل دوت. تمام، ممكن تقول له بقى انا عايز تركز على الاصدار كذا، انا صورة فيهم اللي انت عايز انت تكبرها، الفي اللي هي الاصدارات هنا بقى انا صورة فيهم اللي انت حاسس انها جميلة دي 1 2 3 4، فانا اقول له مثلا رقم 2 يبدأ ان هو يكبرها لي. اقول له طب انا عايزها تجيب بالي بالاصدار الرابع، طب بالاصدار التالت، طب انا عايز تعمل تاني، بيبدأ ان هو يعملها لك. طيب تعالى بقى نشوف حاجة تانية مثلا زي البلو وليو اهوت. تمام، هي نفس الفكرة، بتبدأ تشوف غرفة من الغرف اللي انت عايز ان انت تجرب تستكشفها، وتيجي هنا وتقول له ايماجين، خلاص حتى نفس الاختيارات ونفس كل حاجة، واديله برومت. هو هنا مثل ان هو بش سوري اديله نفس الجملة اللي احنا اديناها هنا عشان ايه نعرف نقيم او نعرف نقارن. تمام، فيبدأ يطلع لي الصورة بالشكل دوت. تمام، برضو نفس الفكرة، تقدر انت تقول له انا عايز من الاصدار كذا، عايز تجيب تكبر واحدة فيهم. طبعا زي ما انت شايف الصور مختلفة، هو حتى اي واحد فيهم بتديله نفس الكلام بيطلع لك صور مختلفة كل مرة غير التانية.